راي عن الشارع أتعس من هيك أشغال وهيك مقاول ما في، لأنه طلع على الدور اللي حوالي بين لا طلع يعني كل الغباير وكل الدنيا والسيارات أقطع وتأخروا على الناس من الأزمة اللي بيعملوها. كل الشوارع محفرة، الشارع الرئيسي محفر، شارع الشرطة محفر، هذاك محفر، فأسوأ من هيك ما بعتقد فيه. الشارع والله بهدلنا منه، هذا الشارع هذا لازم جهزوه وبعدين نقلونا غاد، يعني عامل أزمة كتير عند الجامعة وعدوار شويكي هنا وعلى شارع عند الدعمة كلياته، يعني أزمة قوية والله. ما هو منيح، سيء جدا الشارع، سياراتنا راحين اتكسرين، كل يوم بديروا مي بحطوا حجار، اللي بنت مش كارتير معاه اللي اكس قصة، والغباير ما شايفة شوفت عينك فيش اشي صح، البلد كلها كايمة كاعدة زي العمى. يعني بوصف يعني ادك من هيك عمل عادي بدون زي. يعني الغبرة بتقتلكم، الشارع مكسر طبعا، شو السيارات بتطبش، العالم تتأذى، الكل متأذى، الغبرة وكلة الراحة، يعني معقول انه بوجه العيد شارع رئيسي زي هذا يكون مش مزفت؟ شو الشارع مدمر، الشارع هذا والشارع اللي منه فوق، يعني مش بنطوا مجال يعملوا شارع ويخلوا الناس يمركوا ويروحوا يجوا الناس، لا بيعملوا الشارع هذا بحفروه، بردوا بحفروا اللي جنبه، بردوا بحفروا اللي من غاد، ما فيش مجال يعني الواحد يمرك. اقسم بالله هنا متعذبين من الطرق هاي، بنروح من هنا بنلف من هنا بنروح مشان نوصل المحكمه، مش عارفين نوصلها، مش عارفين نوصلها، قاعدين بنلفلف في الطرق هاي هناك مطبش. وانا قبل انا شوفير تاكسي، عملت حادث اقسم بالله من تحت الطرق هاي المكسره، هياتني كعب طارد على المستشفيات، عملت حادث من تحت الطرق هاي، كلبت في السياره عند الدعمه لانه الطريق ما كانت مش معطول، هيكلها مش صحيح، كلبت في السياره وهياتني كعب طارد وبعاني. انا واحد من الناس اللي كعب عاني من الطرق هاي، اقسم بالطالب بصلاحها، يعني يعملوا يعمل الشارع هذا، يخلوا الناس يروحوا يروحوا يجوا منه الناس، يسكروا غاد، يعملوا شارع ويفتحوا شارع، مش كل مع بعض مسكرين هين، فيش محل تمرك، فيش محل تمرك والله ما فيه.